إعلان فوز إردوغان رسميا كرئيس لتركيا لمدة 5 أعوام. قال رئيس هيئة الانتخابات العليا أنه الآن حتى الآن تم كما أشرنا سابقا فرز 99.74 وربما تزيد في أي لحظة. وقال أن إردوغان يتقدم ب 2,250,000 صوت، وبالتالي المتبقي من نسبة مهما كان يعني لن يؤثر على النتيجة، وبالتالي أعلن رسميا فوز إردوغان بهذه الجولة الانتخابية، وبالتالي إعلانه رئيسا لتركيا. إذن نؤكد مرة أخرى، الآن الهيئة العليا للانتخابات في تركيا تعلن إردوغان رسميا رئيس لتركيا لولاية الثالثة. طبعا الولاية الأولى كانت قد بدأت عام 2014 بعد فرز نسبة 99.74% من الأصوات، وما يتبقى لن يغير في النتيجة شيئا بحسب رئيس الهيئة العليا للانتخابات. مشاهد على الشاشة، إذن بعد هذا الإعلان الرسمي ربما زادت حمية الاحتفالات، الأعلام تلوح من كل مكان. نتابع على ما أعتقد هذه من إسطنبول ربما، والأخرى من أنقرة، احتفالات ومهرجانات خطابية كبيرة. إذن بعد الإعلان الرسمي من قبل هيئة الانتخابات عن فوز إردوغان، مستندة على أن ما تبقى من أصوات لم يتم فرزها مهما كانت لن تغير النتيجة كثيرا، بعد ربما نسبة 2,250,000 صوت هي الفارق، وبالتالي لن تغير كثيرا ما تبقى من نسبة ربما أقل من 1%. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.